السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم السيد نعيم من قناة السيد نعيم. النهاردة بإذن الله تعالى هنشرح موقع أدسكور. في كتير بيشتغلوا على الموقع ده، ولكن في أكتر ما يعرفوش عنه حاجة. هو موقع فلترة هيفيدكوا كتير جدا في فلترة الزيارات بالنسبة للي شغال CBA وبالنسبة للي شغال بوب أربيتراج. وده موقع أدسكور، التسجيل فيه سهل جدا. بعد كده بتيجي رسالة تفعيل على الإيميل، بتضغط عليها كده بتفعل حسابك. بعد كده بيتصل بيك، بيمليك كود، بقولك لو عايز تسمع الكود بريس 1، اضغط 1، بتضغط رقم 1. بعد كده بيمليك الكود بتاعك، عبارة عن 4 أرقام أو 5 أرقام بتدخلهم، وبعد كده بيفتح لك حسابك، بيديلك بونص ترحيبي $5 بالنسبة لمحاسبة الشركة دي، بتديك 30,000 زيارة مجاني، وبعد كده بيحسب لك الألف زيارة فلترة ب15 سنت. نفترض إن أنت جبت 100,000 زيارة وطلع منهم 40,000 زيارة عبارة عن بوتات وبروكسيات، هو هيحاسبك على 60,000 زيارة بس. بعد كده كل ما تشحن $10 هيديلك 30,000 زيارة مجاني على $10، لان الموقع ده مدفوع. ولحد ما نخلص الصفحات الداخلية لموقع الفلترة هتقدر تشتري زيارات من اي شركة ايا كانت وتفلترها، وهيبقى الموقع بكامل قوة أدسكور واكتر كمان. نرجع تاني لأدسكور. بعد ما تفتح في حساب، هي دي الواجهة بتاعت الموقع، ده الداشبورد لسه فاضي اهو مفيش اي حاجة. اول حاجة هنيجي على الزوم، وهتضغط على كرييت يو فيرست زوم. هنا بقول لك اكتب لي اسم الزوم بتاعتك، هفلتر على موقع ايه، أدستيرا، كلاكسيون، ايا كانت الشركة، وليكن يعني انا بكتب أدستيرا. بعد كده ما بتلعبش في اي حاجة، بتنزل على الصح دي بتضغط عليها. بعد كده بيحولك على الواجهة دي، بيقول لك كرييت زون لينك، هتضغط عليها هيفتح لك الواجهة دي. هنا اول واحدة هتختار، تضغط على السهم ده كده وهتضغط على اكتف فلتر. تمام، هنا كده بيقول لك حط لي الرابط الدايركت لينك بتاعك، او رابط العرض بتاعك، او رابط المنتج اللي انت هتسوق له، او الرابط الاعلاني ايا كان. يعني نفترض ان ده الرابط الاعلاني بتاع أدستيرا او ايا كان. هنا كده بيقول لك انت عايز تفلتر من ايه بالظبط، باجي اختار ايه، البوت والجانكس والبروكسي. اي زياره فيها بوت او بروكسي ما تعديهاش خالص وتحولها على الرابط بتاعي، فبختارها. طيب بيقول لي طيب لو في زياره بقى جايه من بوت او بروكسي، في رابط تاني تقدر احول لك الزيارات بتاعت البوتات دي عليه؟ مفيش مشكله، لو عندك رابط او شركه اعلانيه تقبل بوتات حطها له هنا. مفيش، بتكتب جوجل مثلا او اي حاجه. طيب الحمله دي لو على فيس او على جوجل لازم تكتب هنا جوجل، تمام. لكن لو على شركه اربيتراج او اي حاجه انت شغال بيها، تمام، ممكن تحط هنا رابط اعلاني لشركه بتقبل البوتات والبروكسيات، غير كده حط له جوجل. السب اي دي بكتب يوتيوب، بعد كده بدوس جنريت، على طول اداني الرابط اهو، هو ده رابط أدسكور اللي انا هاخده واعمل بيه الحملات بتاعتي. هنا بيقول لك تيست، لو ضغطت عليها هيفتح لك الرابط على طول ويجربه لك. قفلنا خلاص، ممكن تيجي تاخده كده كوبي، تيجي تفتحه مثلا في متصفح خفي، هو ده الرابط تمام بتاع أدسكور، نيجي نضغط عليه كده على طول، اتاكد ان الاي بي سليم، مفيش في بي ان، مفيش اي حاجه، فبيفتح لك. لكن لو في في بي ان او اي حاجه مش هيفتح لك. طيب انا هنا عامل في بي ان اهو، تمام، في بي ان يو اس اي، الدين اي بي امريكي. نيجي نفتح كده الرابط، عمل ايه يا جماعه، حولني على جوجل، محولنيش على الرابط الاعلاني بتاعي، بناء عليها حافظ على الزيارات بتاعتي حساباتي من القفل. نيجي نشتغل تاني، نجرب تاني، حطينا الرابط، حولني على جوجل ليه، عشان انا مشغل في بي ان. تمام، طب تعالى نقفل في بي ان، نفتح بقى تابة جديده كده، نحط الرابط، حولني على ليه، رابط الاعلاني او رابط الفيديو اللي انا عامله كده. يبقى أدسكور اثبت كفاءته بالنسبة للفلترة. على فكرة الموقع ده من اقوى المواقع في الفلترة، اقوى بكتير من ريد تراك وبيموب وكل الكلام ده. الكلام التاني دوت، المواقع التانية دي الفلترة بتاعتها تكاد تكون معدومة، لانها في الاساس مواقع تتبع وليست فلترة. ليه كنا بنشتغل عليها الاول؟ لان الشركات الاعلانية اللي هي جلاكسيوم وبروبلر ادز كانت شركات كويسة وزيارات عضوية حقيقية، دلوقتي دخلت بوتات بنسب، وهي دي النسب اللي كشفناها من الزيارات، دخلنا 19,000 زيارة. احنا كنا عاملين الصب اي دي فيسبوك، يعني هنا كنا عاملينه يوتيوب، هنا الصب اي دي كنا عاملينه فيسبوك. جبنا زيارات من بروبلر حوالي 20,000 زيارة، الفاليديت بتاعه 79%، يعني 80%. طب وال 20% فين؟ عبارة عن 15% بوت وال 5% التانيين جانكس على بروكسي. هي دي الزيارات اللي ايه، الجديدة اللي كشفناها من بروبلر ادز. بناء عليه الحساب بتاعنا طبيعي انه ممكن يقفل في اي وقت.
لكن على بال ما موقع الفلترة بتاعنا يخلص على خير ويكمل هنشتغل على ادسكور هيحافظ على زياراتك. طيب البديل بتاعنا في بروبلر ادز ايه؟ هسيبهم لكم اسفل الفيديو. وبالمناسبة بيدفرتايزر بتجيب تحويلات زيارات عضوية وحقيقية، اللي يشتغل على الشركة دي مع ادسكور هيحافظ على حسابه هيشتغل كويس مع اي شركة انت عايزها. بالمناسبة موقع بتاعنا اللي هو ترافن ضفنا فيه كل الشركات الاعلانية اللي ممكن تتخيلها، ممكن تشتغل عليها ناشر وممكن تشتغل عليها معلن، تمام؟ وجاري العمل على الانتهاء من الصفحات الداخلية للموقع. نرجع تاني هنضغط على كلوز من هنا، دي الواجهة بتاعت الموقع. لو حابب ان انا اعمل زون جديد باجي اعمل زون جديد من هنا كده وبكتب اسم الزون مثلا وليكن تيست، تمام، وبضغط على سيف من هنا او كرييت نيو زون. طب افرض دي ما ظهرت ليش؟ الموضوع بسيط جدا، باجي على تيست من هنا بضغط عليها، تمام، بقول له جنريت زون لينك، بضغط عليها بيفتح لي نفس القائمة من هنا، باجي هنا اضغط على اكتف فلتر واحط الايه رابط الاعلاني بتاعي او الصفحة اللي انا عايز احول عليها الاعلان، وباجي هنا اختار اخر واحدة اللي هي بوت جانكس بروكسي، وهنا بحط له صفحة جوجل. لو عندك شركة اعلانية بتقبل البوتات والبروكسيات حط حاله مفيش مشكلة عشان ايه تستفيد برضو من الزيارات، لو مفيش حط له جوجل وخلاص. الصب اي دي زي ما احنا اتفقنا هتحط له فيسبوك او يوتيوب، وتيجي تضغط على جنريت. هنا بقول لك ايه لازم تستنى من دقيقتين لثلاث دقايق ما بين الرابط الاولاني والرابط الثاني، بعد كده بتضغط على جنريت وبتاخده كده كوبي، تمام، وبتشتغل بيه. وهنا كده بتظهر بقى الاحصائيات بتاعتك، تمام، الاحصائيات بتاعت الزون نفسه، وهنا كمان نفس الكلام احصائيات، يعني كل زون بالاحصائيات بتاعته. وبكده نهايه حلقتنا تكون خلصت. كنت معاكم سيد نعيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.